بيت عم جرب قد ما فيه اعطي حالها لهيدي اللعبه جرب قد ما فيه خلي هذا الديربي ينحكى فيه بكل البلد I respect you so much انا بعطي كل شيء من قلبي على ارض الملعب بس بنات الملعب I have no hard feelings لحدا بدهم يلعبوا شغله قد ما فيه بتحمل قلها المسبات بالملعب بس بنات الملعب بده حدا يجي يسب لي امي بوجهي It's hard اسكت So اذا صدر مني حيالا شيء غلط تجاهن I love you guys Hard luck ان شاء الله ست جاي بكون فريقكم مع دعوه ان شاء الله على طول ضل عم نوصل فينال رياضي حكمة نحن وي ار بليست انه بهيك سنة بدنا نلعب رياضي حكمة 8-9 مرات بعد في مرة تانية بيوصل ان شاء الله نلعب بالدور الاول نوصل مع بعض كمان فينال سو هارد لك لهيدي الحكمة الله يوفق الادارة تاعيتهم والف مبروك لنادي الرياضي ولجمهوره رسالة